بنتكلم في الجزء الخاص بالتحليل الجزئي على عدة موضوعات. الموضوع الأول بنتكلم على كيفية الوصول إلى توازن المنتج باستخدام طريقة جديدة وهي طريقة الناتج المتساوي والتكلفة المتساوية، وليس طريقة الناتج التكلفة الحدية والإيراد الحدي المتعارف عليه. الموضوع الثاني بنتكلم على الحالات الاستثنائية لقانون الطلب، اللي احنا عارفين إن قانون الطلب بيوصف علاقة عكسية بين التغير في السعر والتغير في الطلب. والعلاقة العكسية دي هي شرط مهم جدا وهو ثبات دخل المستهلك، ولكن من الممكن أن يكون هناك حالات عكس قانون الطلب، من ضمنها أن هناك سلع وهو بيطلق عليها السلع الرديئة، إن دخل المستهلك لما يزيد يبدأ الطلب على هذه السلعة يبدأ يقل عشان بيبحث عن سلع أكثر جودة. الموضوع الثالث بنتكلم على أثر مرونة الطلب على الأسعار داخل السوق. الموضوع الرابع والأخير عايز أعرف إيه الأثر الناتجة على وضع توازن المستهلك نتيجة لتغير عنصرين، إما تغير الدخل ويطلق عليه أثر الدخل على الاستهلاك، وإما تغير الأسعار ويطلق عليه أثر السعر أو أثر الثمن.